راجعنا حماة الدين كل واحد نذر عمره رفعوا راية الإسلام نشروا مبدأ العترة فتاويهم نشوف أحكام متوقعة من الزهرة مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن ذلك لمن عزم الأمور. صاحب ثورة العشرين في العراق الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي الحائري رضوان الله عليه، اقرأوا في تاريخه بعلمه بتقواه بزهده بأخلاقه فيما قال الله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر. الصبر على شتى المجالات، ذكروا في تاريخه وهو الشخص الوحيد الذي بدأ قيادة ثورة العشرين وعبأ الطاقات الحوزوية والطاقات العشائرية والطاقات الأخر في سبيل محاربة سيطرة بريطانيا على العراق. يوم كانت بريطانيا أكبر مستعمرة على وجه الأرض، تصدى له شيخ عالم، فديوم كان شاب مثلكم، ووفق لمحاربة الإنجليز. وذاك اليوم عراق كل نفوسه يقولون 5 ملايين، أما إيمان الشعب العراقي ذلك اليوم، التفافهم حول المرجعية الدينية، امتثالهم للمرجعية الدينية، جعلت هذا الشعب الضعيف مقابل تلك الحكومة الكبيرة، هذا الشعب ينتصر، واليوم أيضا ينتصر هذا الشعب. ذكروا في تاريخ شيخ محمد تقي الشيرازي أن هناك في داخل العراق بعض الناس كانوا يتهموه الشيخ محمد تقي بأنه هو عميل الإنجليز، هو عميل بريطانيا، وكان مشخص من يقول هذا. واستؤذن الشيخ محمد تقي الشيرازي بأن يقطع راتب ذلك الشخص فلم يأذن لذلك. هذه الأخلاق، هذا الإيمان، هذا الصبر، هذا خلى هذا الشيخ العظيم يقاوم أكبر حكومة على وجه الأرض في ذلك الزمان وينتصر عليه. العراق اليوم والعالم الإسلامي كله والعالم كله بحاجة إلى شد حزام من المؤمنين، بحاجة إلى تحمل، بحاجة إلى صبر، بحاجة إلى صمود، بحاجة إلى مواصلة، كل في مجاله، حتى يكون عراق الغد عراقاً مشرقاً، عراقاً لا فقط يصلح نفسه بل يكون سبباً لإصلاح المنطقة كلها، وعبر العراق وعبر المنطقة إصلاح العالم كله. وببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.